طيب لما بنسمع بقى كل الحاجات دير دميان او كفر الشيخ والبراري ودمياط وبنحس انها ابروشيه كبيره قوي يا سيدنا، عرفنا بيها وليه كل هي ابروشيه كبيره، بس كانت الاعداد هنا بسيطه. هي الاعداد مع الوقت بتزيد، بس الاعداد كانت بسيطه، فعشان كده كان زمان يضموا بعض المحافظات وتبقى ابروشيه واحده. ولما الاعداد بتكتر بيبداوا يقسموا الابروشيات. يعني ابروشيه زي بني سويف تقسمت 5، ابروشيه زي الجيزه تقسمت برضو 5، عشان العدد بيكبر فبيبقى في تقسيم عشان تركيز في الخدمة أكتر. لكن هنا الأعداد لسه هي قابلة للزيادة، ولما تزيد برضو ممكن يبقى في تقسيم بعد كده. نيافتك بتبقى حريص إن حتى القداسات اللي فيها مناسبات زي الأعياد إن أنت تنزل وتصلي في الكنائس مش في المترانيات. هو دلوقتي إحنا بناخد تهنئة المسؤولين قبل العيد، فده بتديني حرية أكتر ان انا اتحرك وفعلا انا دلوقتي بمر على كل الكنائس. يعني حتى ممكن يكون ليها نصيب في عيد من الاعياد حسب الترتيب. سيدنا من البركة اللي أخذتها برشيد نيافتك هو مرور العائلة المقدسة، وكمان يعني أنا تشرفت بعمل حلقة وبركة كبيرة في المكان اللي وضع السيد المسيح قدمه على الحجر فيه. كلمنا أكتر عن تأثير هذه الزيارة في المنطقة والبركات اللي مالتها البركة. على فكرة هو فيه بعض الكتب بس طبعا حديثة بتقول إن العائلة المقدسة مرت بالدير كمان. بالدير كمان مش سخة بس. وساخة دي كانت في منطقة، كان دير كبير كان فيه 6 أو 7 كنائس، دي آخر كنيسة اللي هي بتاعت ساخة اللي موجودة من دير، كان اسمه دير الميمة، ودير الميمة ده اللي تعمدت فيه القديسة دميانة كمان. يعني دير الميمة اللي تعمدت فيه القديسة دميانة. ساخة طبع آدم المسيح، وعشان كده كلمة ساخة بيخا إيسوس، فهي متحرفة من كلمة بيخا إيسوس اللي هي قدم يسوع. وتشرفنا أن قداسة البابا جه عمل احتفال يوم 1/6 بالقداس الإلهي، يوم اللي هو دخول المسيح أرض مصر في سخا في سنة 22. وطبعا سخا كموقع، كانت سخا دي في وقت من الأوقات عاصمة الدولة المصرية، وخرج منها 6 بطاركة من دير الميامة من سخا، خرج 6 بطاركة. فتاريخ سخا تاريخ عريق، تاريخ أثري، وسخا بتحتفظ ببعض الأيقونات الأثرية وبعض المخطوطات كمان الأثرية، والكنيسة مازال فيها الطابع الأثري. سيدنا كمان حابين نعرف عن الأرض الحمراء والبركات والكلام الكتير والمعجزات اللي بتتقال عنها في هذا المكان. القديسة دميانة هي استشهدت في الأرض الحمراء، وإحنا عارفين إن الأرض من بعد حادثة قايين وهابيل، ولما قالوا ملعونة الأرض بسببك، فالأرض ما بتشربش الدم، فعشان كده بيسموها الأرض الحمراء، لأن دي كان فيها دم الاستشهاد بتاع القديسة دميانة والأربعين عذراء. ودي فيها الآثار ممكن بتاع القصر بتاع القديسة دميانة، ودي عبارة عن قطعة أرض. ونشكر ربنا أن الأنبا بشوي في سنة 18 قبل نياحته قدر أن هو يصورها، وحاليا دلوقتي دي اللي بيبقى فيها أرض الاحتفال، الخيام بيبقى فيها، الزفة بيبقى فيها، المحلات عشان برضو احتياجات الناس، في آخرها خالص بيبقى فيه أماكن انتظار السيارات.